حضرتك قلت لي مجلس ابو ريده ما ترشحش، لكن طبعا. ما قلتليش ليه؟ ايه ايوه الاسباب؟ ليه؟ ليه؟ واحد واثنين وثلاثه. واحد، هما مشوا ليه؟ يعني مثلا كلنا لا عرفنا. انت واحد عشان فشلنا مثلا. لا لا، انت بس انتوا مشيتوا ليه؟ ايه القرار؟ هل ان كانت بعد الاستقاله خروجنا دي من امم اجباريه افريقيا. ولا بمزاجكم؟ اعتقد مش بمزاجكم، لا لا، كانت ما لا، هو ماشي كان عشان الخروج من امم حبيب افريقيا. قلبي. ما هو اسمعني مش اسمعني، بمزاجنا، مش بمزاجنا انت مش انصياع. عايز تعرف ولا ما عايز ماشي انصياع لقرار ايه؟ انصياع لقرار مين؟ لقرار الشارع المصري غضبان. بالظبط. كان ماشي، والدوله ملهاش قالت دعوه الدوله. طيب ماشي، الدوله ملهاش دعوه طب خالص. يعني الشارع كان غضبان ولسه غضبان. فاحنا لا، ما هو ده بقى، ده بقى اللي يقرر. ما هو الشارع لسه غضبان من مين؟ هو من فيه ما فيش كله، كوره. من كله. لا لا معلش، تعالى دلوقتي على السوشيال ميديا اتفرج لما كابتن شوبير لا قال لك هترشح، اتفضل. شوف الدنيا عامله عليه ايه، شوف مش عارف مين قال عليه ايه، شوف الدنيا هايجه واخد. يعني مش ده الشارع اللي انت بتاخد منه بتستشف منه اذا كنت ترشح ولا لا؟ طب ده نمرة واحد، ان هم علشان في كان اخفاق اللي هو وقت امم افريقيا او فشل. طب انا عايز طيب اسال هم مشوا، او غضب عايز من اسالك سؤال الشارع. يا رضا، اتفضل. الاخفاق اللي حصل ده سببه ايه؟ يعني انت انتوا بس يعني اتحاد لا، الكرة. انتوا السبب. لان احنا تفتكر يا كابتن كنت انا وانت والاستاذ مهيب في حلقه قلت لكم من بدري هاتوا مدرب زي تاكيس جونياس قبل ما كان يجي اجيري ده، وقلت لك ده مدرب بقى في الدوري المصري وعارف طبيعه اللعيب المصري وهو مدرب عنده طيب فكر. انت مش مقتنع بالكابتن جوهري مثلا، صح ولا غلط؟ لا مش مقتنع بيه في حاجه، لا يعني ان هو كان نجم انت عايز بالنسبه هو لك، يفرض لا بس نفسه. بالنسبه لك الكابتن جوهري مش احسن مدرب، مش مدرب كويس يعني. لا مش مش زي كابتن حسن شحاته، ماشي. انا طب خلاص، قناعاتي كمدرب. الكابتن جوهري حقق نتائج شكلها ايه؟ وحقق النتائج بمين؟ بالكابتن جوهري ولا بالمجموعه اللي معاه ولا بالاثنين باللعيبه. ولا بالاثنين؟ طيب هو يعني ايه اللعيبه انت بتديهم كام في الميه في انهم يحققوا النتائج بدون المدير الفني؟ 60%. حلو. يبقى اذا يجي جونياس تكياس ده، ولا اسمه ايه ده، تكياس جونيس ده، ولا تكيس جونيس ده، جونياس جونياس تكيس، يجي جونياس تكيس، يجي اجيري، يجي لا ما هنا في فرق يا كابتن، يجي اي حد لو المجموعه اللي معاه. ما هو طب ما هو اجيري، انت رايك ايه في اجيري؟ ما عندوش فكره. حلو. وصل نهائي بطوله افريقيا فين؟ في الجابون. ده كوبر، ده بره مصر. ده كوبر. اسف، كوبر احنا بنتكلم على سوري اجيري. كوبر، رايك ايه في كوبر؟ خلاص ماشي، دي مرحله وانتهت. ما هو رايه في كوبر برضه ما عندوش فكره برضه، ما عندوش فكره انت برضه. واخد بالك؟ وصل نهائي بطوله افريقيا واداك كاس عالم. كابتن احنا لازم ناخد هو البطوله دي. المدرب بايه؟ انتوا ما تضحكوش على الناس يا كابتن. كابتن ما تضحكوش على الناس، ده انت كان اللي بيلعبك ساعتها الرديف بتاع الكاميرون. ده احنا لازم ناخد البطوله دي. ده هو كان رايح يتفسح. يا ريس، الجابون كان بيلعب الولد بتاع الارسنال في فريق جابون. بقى انا بكلمك على الكاميرون لما وفي لعبتنا في النهايه، النهائي وفرقه الجابون كان فيها واحد شويه من المنتخب الاولمبي على منتخب الشباب على الناس اللي هي ما كانتش بتلعب اصلا في المنتخب الاول. مين اللي هم كان في ماتش الكاميرون؟ واحنا كان عندنا ناس بتلعب لا في ريال ما انت مدريد من وبرشلونه البدايه انت رايح كابتن مجدي، انت كنت رايح ترانزيت فسحه صح، انت واخد عملنا الناس ايه؟ ماشي وصلنا مع نهائي. دي طب ما كابتن دي جوهري دي برافو وشاطرين، ولا ده وحش؟ لا يعني ده وحش زعلك؟ طبعا، لان لازم ناخد زعلك ان البطوله. احنا نوصل فاينل؟ لا ناخد البطوله بقى طالما وصلنا ناخد ما البطوله. انت البطوله دي تاخدها. مين اللي بيقول يا رضا؟ مش معنى انك انت تخفق مع مثلا انت ضربت شبين لا لا ما تجيبش دي زي دي، وضربت انت هتمسك لي منتخب مصر اللي فيه كل محمد صلاح محترف، ما انت ممكن محترف تمسك، بتقول لي لا اسمعني اسمعني ما تدخلش دي. لا يا حبيبي دي مقارنه ظالمه. هو بيقيس دي لا يا حبيبي دي يا بابا يا بابا دي مقارنه ظالمه يا استاذ اسلام، دي مقارنه يا كابتن مجدي، دي مقارنه ظالمه. احنا دلوقتي بنتكلم مالناش دعوه بقى بشبين ونبارو والفرق دي، احنا دلوقتي لينا ما هو انت عشان مصر. توصل تبقى مدرب منتخب مصر لازم تحقق نتائج مع الناس دي حبيب قلبي. ومين ما كل اللي حقق؟ مدربين العالم دربوا درجه تانية ودربوا قلبي. درجه ثالثه وبعد كده اثبتوا مجدي. وجودهم. كابتن مجدي مش انا، كابتن حسن شحاته بس. مين الكابتن حسن شحاته هو اللي بيدرب في ده؟ العالم كله كده يا عم. لا انت طب وحسام البدر درب تحت؟ لا ده استنى بس، قاعد مساعد، قاعد درب ناشئين.
ضرب ناشئين في النادي الاهلي يا عم. ناشئين مالهاش دعوه احنا بنتكلم. يا عم انا بقول لك هو انت بتقول لي لازم تدرب. انا بدرب الفرقه دي عشان اتعلم يا عم اسلام، عشان لما اجي اقعد معاك هنا اعرف اتكلم واقول لك انا بختار كذا، بلاعب كذا، بلعب بطريقه كذا وكذا. انما كل اللي يجي يخلص يعتزل يجي مع مدرب عام ان هو كان بيلعب في النادي الاهلي والكلام ده، وبعد كده يبقى يقوم بدور اللي هو المدير الاداري، وبعد كده مدرب، وبعد كده يمسك النادي الاهلي وهو ما جابهاش فحت ورد من تحت. عارف يا رضا بتقول لي الاختيارات يا كابتن؟ بص احنا بنتكلم في حاجه. طب انت دلوقتي جبته اجيري بناء على ايه؟ يا عم هقول لك جزئيه، بس هقول لك جزئيه. انا ما رضيتش اشتغل مدرب ليه؟ عشان ما يعني مالكش في الحته التدريبيه. لا ما انا ده انا لو اشتغلت مدرب كنت هبقى يعني حماسي و و و حماسي. ما خلاص الكلام ده اتلغى بقى. ثانيه اشتغلت مدير كوره في امبي وعملت فرقه امبي خليك انت في الفلوس يا كابتن. عملت الكوره في امبي. خليك انت في الفلوس مع رمضان السنه. لا انا عملت انا عملت الكوره في امبي. ايوه معاك. هي دي هو السنه مدرب رمضان السنه. انا اشتغلت سنه ونص في امبي. الكرة في انبي بفضل الله انا اللي ما كانوش ده، كانوا بيلبسوا فانيلات. كانوا بينزلوا يلبسوا فانيلات مختلفة. انت تبقى ضريف في الحته دي. بيصرفوا مبالغ كبيره جدا وما يعرفوش، واخد بالك، ومش عارفين يطلعوا. لا الامكانيات، بص لا الامكانيات ولا وجود لعيبه كويسه بدون تنظيم طبعا تدي فرقه كويسه. ماشي.